أن رجلا في سالف الدهر عزم على الحج، وكان شيخا كبيرا، فحج معه شاب، فلما وضع الشيخ الكبير قدميه في الركاب قال: لبيك اللهم لبيك. فسمع مناديا ينادي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للرجل الكبير: أتسمع ما يقال ما ينادى يا عم؟ قال: أسمع، أنا منذ كذا سنة، منذ 50 سنة، كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك قيل لي: لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب: وتحج؟ قال: نعم وأحج. هل تدلني على أحد غير الله؟ لا أحد يمكن أن يرأف بك إلا الله. إن أذنبت لا تذهب لصديقك لتخبره، ولا لأمك لتشكو إليها، ولا لقريبك لتخبره بذنبك، وإنما كن على علم أن الذنوب لا يغفرها إلا الله. فضع الندم في قلبك والإقبال على ربك وتب إليه جل وعلا. قال عن أولياء الصالحين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وربهم يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.